تشتري سيارة جديدة من لبنان للسعودية والإمارات بطريقة سهلة، بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية، اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء. ونتسهل عليك بعد أكثر، هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. أوتوفوكس بسيارة جديدة مثل العادة كل يوم مشاهدينا. اليوم متعرف على طراز كتير حلو من هيونداي، هو سانتا في. هل الكروسوفر SUV رح ناخد كل تفاصيله اليوم مع مستر توروس ديميجان اللي هو شوروم مانجر بفيردان بهيونداي لابارون. هاي توروس. هاي جورج، كيف حالك؟ احنا بالأكبر دائما معنا لنضوي على أبرز طرازات المصنع الكوري العملاق صار اليوم بعالم سيارات هيونداي. سانتا في طراز جديد رائع اليوم، أي جيل من هالسيارة عم هيدا آخر جيل الرابع جينيريشن يلي عم نشوف جورج هون السانتا في. بس قبل ما نحكي عن السيارة بس كنت بدي أقول شغلة، أهم أورد يلي أخذناه احنا هو السيفتي بالتوب سيفتي بيك بلس لاين اب الهيونداي بيناتهم السانتا في، اخذوا ذا بيست اووردز، يعني اهم نقط اخذوا بشيء اسمه سيفتي. يعني اليوم هيونداي كل تركيزها او معظم تركيزها عم بيكون على السلامه، صح؟ ومشان هيك اليوم السيارات تبعها عم بتكون محميه على الاخر من حيث الكابن تبعها، من حيث انظمه السلامه كمان العديده اللي بالسياره رح نحكي عنه خلال حلقتنا. أكيد. عم نشوف كمان هالديزاين الحلو، وصلنا على الناحيه الخلفيه مع الكروم والمصابيح الداخله على الجوانب، وشكله للسانتا في اليوم كثير ملفت للنظر بين الكلاسيكي والرياضي بنفس الوقت. صح، هيدا هو شعار الهيونداي كل مره وقتها بيعملوا SUV سبورت يوتيليتي فيكل مثل هاي السانتا في اخر جينيريشن اللي عم نشوفها اللي نحن عارضينه هون اللكجري بلس، كل مره شكله بيعملوا فيتوريستيك وسبورتي. يعني انت اذا عم بتسوق فور ويل ما لازم يكون شكله المربع، لازم يكون فيتوريستيك شكله حلو حلو، واكيد من جوا رومي كتير بيكون. الملفت كتير صراحه هي الناحيه الاماميه، كتير اجريسيف مع رح تشوفها بعد شوي اكيد مع الجريل العريض، والاهم من هيك صار عندنا اليوم بكل طرازات هيونداي الجديده يعني عندنا دوين من كل ميل. صح، هيدا هو الشعار الهيونداي الايدنتيتي اللي بده يكون، غير انه عم نشوف من قدام الفرونت جريل صار كاسكادين جريل اكيد ما اكزاجونال شيب، بده يكون تو ستيجز الاضويه، بيكون الليد من فوق والضوء من تحت، اكيد عم بيكون في الفوغ لايت من تحت. نعم. اكيد الديفيوزر من تحت، هيدا كله كرمال تخرق الهواء اكثر، لانه هيك سياره اذا عم بتسوق غير ان انت عم تاخذ سياره باورفل 7 سيت لازم يكون في استهلاك بقود قليل كمان. من بعد ما استعرضنا هالشكل الحلو كثير وخاصه رجع نقول هالفيس الرائع على السانتا في من هيونداي، ننتقل مع توروس اكيد نحكي عن ابرز الاوبشنز الموجوده بداخل هالSUV الحلو. رح ندور بدايه على المقاعد الخلفيه، وكمان عندنا تو سيتس من ورا 7 سيتر سانتا في، عم نشوف قد ايه واسع من جوا توروس. صح، نحن السيريه اللي عارضينا هون جورج، بس خليني اقول شغله، هيدا اللكجري السيريه اللي عارضين هون اللي بتيجي فولي لودد، يعني مثل ما عم نشوف اول شيء الفرش جلد، كراسي كهرباء، اكيد الشاشه 7 انش اللي موجود تاتش سكرين، اكيد وقت ما نقول شاشه يعني اوتوماتيكلي بيكون فيها رير كاميرا مع رير سنسور، جاي فرونت سنسور كمان على السيريه اللكجري، اكيد الاي سي الكليماترونيك، واهم شيء اللي بدنا نحكي الاي سي الفيرست رو، يعني يلي قاعدين قدام يلي قاعدين بالبنش ورا والثيرد رو كلهم بياخذوا زيت الاي سي، لانه كلهم دكت موجودين تبرد كلهم يحسوا بالبرد بالسياره. عندنا كمان بانوراميك روف للسياره، اكيد هيدا اكبر بانوراميك اللي بتلاقي بكل السيارات بكل اللاين اب السيارات بكل العالم، على كل سقف السياره، على كل سقف. نعم. السياره اكبر بانوراميك بتلاقي، اكيد بدنا نحكي عن غير اشياء كمان، اكيد الجاي ديركسيون جلد، الفيتاسا جلد، اكيد جاي الموبايل وايرلس تشارجر كمان فيها، اكيد تعمل بلوتوث كونكتيفيتي مع الهاندز فري مع الفويس ريكوجنيشن، في اكيد كروز كنترول، اوديو ستيرنج ويل، اكيد فيها اذا بقى نحكي غير انه حكينا على فرش الجلد والفرش الكهرباء، اكيد 4 شبابيك كهرباء والمرايات كهرباء، مرايتها بيسكروا على الكهرباء كمان، واكيد بوش ستارت بتن، يعني مش ضروري يكون المفتاح. نعم. معك تدور السياره، حتى الدخول بيكون على البصمه على السياره، أكيد. كيلس كمان عمليه الدخول على سانتا في الحلوه. رح نتابع حديثنا معك توروس، نحكي بيرفورمانس وسيفتي. تابعين جولتنا على السانتا في من هيونداي، واكيد توروس رح نحكي معه هلا اكثر بيرفورمانس لانه في عندنا محركين اليوم للسياره. اكيد جورج، نحن السانتا في الفورث جينيريشن عم نجيبها تو انجنز، في عندنا 2.4 لتر انجن 16 فالف، اكيد ميتد ل 6 سبيد تكترونيك بتولد 188 حصان، واللي بده حدا بيرفورمانس اكثر
ساكن بالجبل بده عنده كل يوم طلعات جبل، في ياخذ ال 3.5 لتر 6 سيلندر 6 سيلندر ميتد ل 8 سبيد تيبترونيك. غير يلي بدنا نحكي حكينا عن الموتور، بدي احكي على شيء اسمه على السانتا في الاتش تراك. اتش تراك هو سيستم الفور ويل كثير ذكي يلي هو كومبايند عم يكون بين الفور ويل درايف ال 4x4 والاول ويل درايف، يعني ات اني تايم الكترونيكلي كل شيء لحاله لحاله حسب نوعيه الطريق اكيد وصعوبه المسار 100%. اذا بدنا نحكي عن سيفتي اكثر كمان، كل السانتا فيت ستاندرد بيجوا ديول اير باج اي بي اس مع اي بي دي. نحن السيريه اللي نحن عارضينها هون لكجري ستاندرد جاي فيها 6 اير باجز مع اي اس بي مع تراكشن كنترول سيستم بقلبها، يعني كل أنظمة السلامة اليوم موجودة بالسيارة. مثل ما كنا عم نحكي هيونداي عم تركز كثير على هيدا الموضوع. بدنا ننتقل هلا نعرف شو الديل موجود على سانتا في اكيد بالسوق اللبناني. بعد جولة شاملة على هيونداي سانتا في من الشكل الخارجي واكيد الداخل بيرفورمانس واهم شيء سيفتي اللي عم تركز عليه هيونداي كثير بالموديلات الأخيرة، صرنا نعرف الديل منك تروس اليوم ستارتنج برايس لسانتا في بالسوق اللبناني. نحن السانتا في مثل ما قلت لك جورج عم نجيب الاربع سيلندر والست سيلندر، فيري سبيشال ديل يلي عاملين نحن على السانتا في الفورث جينيريشن 2019، ستارتنج برايس بتبلش 41500 انكلودينج في اي تي اند ريجستريشن. اكيد حسب الزبون الترم يلي بده يطلع بالاوبشنات اكيد في ياخذ الاوبشنات الاكثر، بس ستارتنج از لونشينج برايس عاملين 41500 دولار. اكيد كمان نحن بنشجع كل الزبونات يمرقوا على اقرب شوروم لنا يعملوا تست درايف للسياره، ما ينسوا كمان نحن عندنا اهم 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 كفاله بلبنان اللي هي 6 سنين 120 الف كيلومتر على كل السيارات. نحن كنا رائدين بالسوق اللبناني بالموبايل جراج، نعم. عندنا كمان الامرجنسي كمان الجراجنا بيفتح من الساعه 6:30 الصبح للساعه 6 بالليل، اني تايم في ينزلوا يعملوا صيانه للسياره، واكيد ما بدنا ننسى كمان يعملوا لنا لايك على بيج الفيسبوك هيونداي لبنان. صح، شكرا تروس وجودك معنا، بكره بنلاقيكم بسياره جديده مثل العاده الاكثر. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.